تبغض لأن الله أمرك أن تبغض، تمدح لأن الله أمرك أن تمدح. ولكن محبة مع التأني، بغض مع التأني، احبب من أحببت هونا ما فلعله يكون بغيضك يوما ما، وابغض من أبغضت يوما ما فلعله يكون حبيبك يوما ما. كم إنسان في هذه الدنيا كنا نعتقد بأنه لا يستحق المحبة، لما اقتربنا منه وجدناه إنسانا ملاكا. وكم إنسان كان يعتقد أننا لسنا من صنف البشر، لما اقترب منا وجدنا خلاف ذلك. الناس لا تعرف من أول نظرة، الناس تعرف بالتجربة، بالمعاشرة، بالمعاملة. فالذين يريدون إسكات الناس بهذه الطرق عليهم أن يعرفوا بأن هذه الطرق ليست نافعة، لأن هذه محاولات لإخفاء الحقيقة. هسه الإنسان له سمعة، الإنسان ما إلى سمعة، ماكو فرق ترى. سقوط الكبير كسقوط الصغير، إلا أن سقوط الكبير سيكون سقوطا مدويا، وسقوط الصغير سيكون سقوطا ماذا؟ عاديا. فإذا كان الإنسان كبيرا فعليه أن يكون كبيرا فيما ينتج منه، أما أن يكون كبيرا بالوهم، بالخيال، بالخداع، بالنصب والاحتيال، بالادعاءات، بالأوهام، فلن يكون كبيرا. وحاله كحال هذا الذي يقول